استفدت من بنك التنمية الاجتماعية بافتتاح مكتبي للتصميم الداخلي، والحمد لله يعني تعاملي مع البنك كان سلس وسهل، يعني من بديت معاهم دراسة الجدوى إلين افتتاح المشروع، والحمد لله أنهم أتاحوا لنا هذه الفرصة أن احنا نشترك في سوق الدار ونقدم خدماتنا للمجتمع ونعرف على نفسنا في فعالية زي كذا بمكان عام. شغلنا يعتمد على التصميم الداخلي للمشاريع السكنية أو التجارية، فنصمم يعني المشاريع السكنية ابتداء من غرف إلى فلل إلى شقق على حسب مساحة أو عقار العميل اللي يجي يطلب من عندنا التسعيرة. احنا مشروعنا براند سعودي، عبارة عن أنه فكرتنا أن احنا كل موسم نكون مواكبين لهذا الموسم. مثلا الآن بالصيف احنا مقدمين كوليكشن كل الأقمشة فيه لينن. أشكر بنك التنمية الاجتماعية جدا، هذه فرصة كانت يعني مهمة خصوصا في بداية المشاريع. جد شكرا، وشكرا لكل المنظمين، كل حاجة احتجناها توفرت بأسرع وقت. تو مخلصين من بافليون خبر، وحنا حاليا متواجدين في فيلاجيو الخبر، وصراحة يعني مكان جدا رائع، ويعني وخلال أيام الأسبوع وخلال الإجازة نهاية الأسبوع يعني صراحة مكان جدا رائع ومستهدف، يعني الناس كثيرين يجونا خلال الويكند، وممكن يعني حنا نبيع بكميات يعني طيبة. مشروع سيكريت اوف كاندل، شغلنا نعتمد فيه على شموع طبيعية، طبعا احنا نستورد المواد ونشتغل فيها يدويا من المنزل. مشروع اقدر اقول مبتدئ الى متوسط، نعتمد فيه على الروائح الخفيفة، تكون زيوت عطرية مخصصة للشموع. طبعا جانا من بنك التنمية دعم، صراحة يعطيهم العافية، جهود جبارة ومتعاونين معانا كثير 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 إلى أبعد درجة، قاعدين يحاولون يطورون على هذه المشاريع الصغيرة، وقاعدين يحاولون ينمونها بشكل أقل ما نقدر نقوله في حقهم. شكرا لهذا البلد وشكرا لبنك التنمية اللي حقيقي قاعدين يشتغلون بشكل مش طبيعي عشان يدعمونا.